وللمزيد من المتابعة حول هذا المعرض وحول أهميته ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. سيادة اللواء تابعنا منذ لحظات افتتاح معرض إيدكس في دورته الثالثة، يعني دعنا نوضح أهمية مثل هذه المعارض ووجودها على أرض مصر وهي الدورة الثالثة نشهدها اليوم. يعني الحقيقه في ظل الظروف حتى المعصره التي نعيشها الان وما حولنا من وما يعني تداعياتها من التي تتطلب يقظه واستعداد وحرص، ولكن مثل الحياه بتسير في اتجاه نحو التنميه والاهتمام بالصناعات وخاصه الصناعات العسكريه. الصناعات العسكريه مهمه جدا لما لها من مردود يعني يحقق أو يزيد من الأمن والاستعداد وبالذات للدفاع عن الأهلية والحرص على صيانة الأمن القومي المصري، إلا أنه أيضا أن لها مردودا اقتصاديا هاما جدا حيث يمكن تصدير كل هذه الصناعات إلى دول شقيقة وصديقة في أشد الحاجة لمثل هذه الأعمال. ده بالإضافة طبعا إلى كون إحنا لما بننشئ أو بنؤكد على مثل هذه الصناعات بيضيف الينا الحقيقه الكثير جدا وخاصه في مجال تامين التسليح في جميع مراحله، سواء كان في الاعداد والتاهيل وفي ايضا يعني الضمان قطع الغيار والصيانه والعمر الطويل، بالاضافه ايضا للتطوير المهم جدا الذي تتمتع به قواتنا المسلحه زي ما حضرتك تفضلت كده وقلتي، وخاصه قواتنا البحريه التي الان تتواجد في على الاتجاهين سواء كان في سول البحر المتوسط او سول البحر الاحمر في ظل الوجود الحالي والموجودات الحاليه من اساطير للدول الاجنبيه. شاهدنا خلال الافتتاح تدشين فرقاطه جديده في القوات البحريه، فكره التصنيع المحلي للوحدات البحريه ما هي اهميتها سياده اللواء؟ التصنيع المحلي بشكل يعني عام في مجال التسليح ووجود مثل هذه الصناعه بايد مصريه خالصه. نقول ان مثل انشاء مثل هذه الصناعات واستمرارها يعني يصب دائما في فائده كبيره جدا ليس في الامن القومي فقط او الاعتماد على النفس او عدم الاعتماد على الغير او عدم الاستيراد او في اثناء القتال الفعلي والحاجه الى قطع غيار وامدادات الذخيره، كل هذا بيصب في النهايه في تحقيق اتفاق ذاتي داخلي، وده بيكون هام جدا يحقق مطالب القوات المسلحه ليس فقط ولكن ايضا تحقيق المطالب للدول الشقيقه والصديقه. نعم، نشهد سيادة اللواء يعني تنوع في القدرات القتالية في القوات المسلحة المصرية، تابعنا زيادة هذا التنوع على مدار السنوات الفائتة، التنوع في أنواع الأسلحة، التنوع أيضا في التعاون مع دول شقيقة في مجال التدريب. أهمية ذلك وأهمية هذا التعرض لخبرات أخرى مختلفة سواء في مجال التسليح أو العمليات التدريبية المشتركة. بالتاكيد طبعا يعني التعاون هو ليس يعني بمفهومه البسيط في مجال ان انا اكون محتاج بينه حاجه ياخد بينه حاجه اطلاقا، ولكن هو هنا التعاون هنا بيتم في 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 مجالات شتى. اهمها مثلا على سبيل المثال التدريبات المشتركه. انا بقوم بتدريبات مشتركه في مسرح العمليات بتاعي، مسرح الحرب اكبر طبعا واشمل، يمكن انتقل الى اي مجال اخر لمسرح حرب او عمليات في اتجاه اخر وفي دوله اخرى، فكون ان انا بروح بنفذ مثل هذه التدريبات في هذه الاماكن ده بيصب في مجال الخبره بتاعتي التي بيكتسبها المقاتلين بتوعي سواء كان من القاده او من القوات والمنفذين الفعليين، بالاضافه الى عمليه طبعا اللي يعني كل هذا بيصب برضه ايضا في الاهتمامات اللوجستيه. نعم. النهارده لما بيبقى في خطوط امداد طويله وبقاء لمده طويله سواء كان على مستوى القوات الجويه او القوات البحريه سواء كان في الجو او في البحر، كل ده الحقيقه بيكون مهم جدا بالنسبه لقواتنا والتدريب بالنسبه لها، بالاضافه طبعا حاجه ثانيه مهمه جدا. نعم. ان كل عنصر بيبقى عنده بالتاكيد. اشكرك سياده اللواء محمد زكي الالفي مستشار باكاديميه ناصر العسكريه.